تم التوقيع في إطار قانون رقم 1486 على أكثر من 83 عقداً، من بينهم 20 عقداً ما زال ساري المفعول لحد الآن. كما أن التعديلات التي أدخلها قانون 1991 على قانون 1986 سمحت باستقطاب حوالي 30 شريك أجنبي تم التوقيع معهم على حوالي 50 عقد. بلغة الأرقام، عرض وزير الطاقة مشروع قانون المحروقات أمام نواب الشعب، قانون حمل مؤشرات اقتصادية ومالية ومعطيات أثارت حفيظة بعض التشكيلات السياسية داخل قبة البرلمان، خاصة وأن المشروع أثار الجدل في أوساط المجتمع الجزائري. هذا القانون الجديد جاء بتحفيزات كبيرة وكبيرة جدا، تبدأ بالإعفاءات الضريبية بالنسبة للتيفيا إلى طاب والضرائب الجمركية والكثير من الضرائب لصالح الشركات الأجنبية. هذا القانون يحمي السيادة الوطنية بحكم المادة أو القاعدة 49-51 أولا. ثانيا يحمي الاستهلاك الوطني والمعيشي للشعب الجزائري عن طريق زيادة الإنتاج. بين المواقف المؤيدة لمشروع قانون المحروقات والمنتقدة لخيار التعديل يبرز موقف ثالث يدعو للتريث وفتح نقاش معمق حول مسألة المحروقات. حابين نوصلوا إلى قانون استثمار، إلى قانون محروقات جذاب للاستثمار، وعدم استقرار التشريع أيضا منفر للاستثمار، وبالتالي ننصح بتأجيله، ليس رفضه ولكن تأجيله، عدم الحديث عن المضموع الآن، ممكن مناقشته ولكن البت فيه بعد الرئاسيات حتى يكون في ظل رئيس منتخب أفضل. وفي ظل تضارب الآراء تأتي مناقشة مشروع قانون المحروقات مع استعداد البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل.